مطمئنة هي التي إن رأت معصية الله تقززت. الله يقول ولكن الله، شوف النفس المطمئنة، حبب إليكم الإيمان، بعد كملوا، وزين، زين، جعله جميلا، الطاعة والقرب وكذا جعلها كالزينة في عين الرائي، جميلة، لها بريق وتألق وتأنق. شوف يوم دخل علي بن أبي طالب المسجد وشاف التراويح، شاف الناس صلوا صلاة التراويح، منظر ولا حديقة غناء، قال علي نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا. شوف يراها شيئا عظيما. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر. كره مصدره القلب، لا المجاهدة الظاهرة، أن يغض وأن يعف وأن يكف وأن كذا، هذه مجاهدة ظاهرة، لكن الكراهية محلها القلب، يكره ما يكرهه الله. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم من؟ هم الراشدون. شوف الخاتمة الجميلة، يقول فضلا من الله ونعمة. هو النترة، هو الذي حبب إليكم الإيمان، وهو الذي زينه في قلوبكم، وهو الذي كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ويمدحكم ويقولكم أولئك هم الراشدون، يمدحهم ثم يقول فضلا من الله ونعمة. إذا كان هو الذي حبب وكره وتفضل منه ونعمة، لأي شيء يمدحهم ويقول أولئك هم الراشدون؟ يجيبك الشيخ أبو مسلم البهلاني رحمه الله، يقول إيش يقول؟ يقول هداهم إليه ثم أثنى عليهم، هو الهادي وهو الذي يمدح، هداهم إليه ثم أثنى عليهم وذلك في إحسانه متلازم، من تمام إحسانه أنه يهدي من اهتدى ثم يمدحه لهدايته.